احنا اليوم والله الا جد فرحانين بهذا الحكم، بهذا الحكم اللي استدبرته العداله ديال السطات، لانه كيخص سيدنا. سيدنا فوق كل اعتبارات، سيدنا ماشي شي حاجه اللي بسيطه. عاش الملك سيدنا. المهم سيدنا سيدنا ماشي شي حاجه بسيطه. الشتا اللي تنزل في هذيك البلاد راه هو يعني القانون ديال سيدنا. الاكسجين يعني اللي تستنشقو انت هي المواطن راه ديال سيدنا، سيدنا اللي مخرجو. يعني تطلع الشمس في هذيك البلاد حيت راه سيدنا هو اللي مطلعها، فهمتي. وراه نقول لكم عليه حسب القوانين الفلكيه، راه كاينه واحد يعني شتي سميوها القوانين سيدنا للحركه الكوكبيه، فهمتيني. وعن طريق يعني بعض العمليات يعني الحسابيه المعقده والمتعدده، يعني وضع سيدنا القوانين الثلاث يعني فيما يتعلق بحركه الكوكب ديال المغرب، اللي هما هاد القوانين الثلاث هما الله الواقع البيني. بلي هادو راه هذيك الارض ما يبقاش فيها الاكسجين، هذيك الارض ما يبقى فيها والو، يعني غادي تكون ارض جافه. لذلك الله ينصر، الله ينصر والله ينشر، فهمتي. المهم المرا ديالو رجعته بطل، وهو راه ماشي بطل، راه هو مجرم. عاش الملك. المرا ديالو رجعته بطل، وهو راه ماشي بطل، راه هو مجرم. انا بات لي بعدا واحد الفيديو كاين هنا في الفيديو هذا، كاين الاهلال العالمي لحقوق الانسان في مشروعية القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. اودي اش نقول لكم، ديروا ما تشاءون، يعني افعلوا ما تشاءون، يعني وما تريدونه وما ترونه يعني صحيحا في جمجمتكم المتخلفة. لأن أي شخص كيتطاول على السيادة الوطنية فهو مجرم. مازال الرئيس ديال الجمعية باسمه الخاص، لأن مشات عند الانتربول تتعقلبوه، لأنه فتيشو تتعقل سيدنا. وسيدنا بلا بيه راه كيما قلت لكم بلا هذوك القوانين الثلاث اللي صنعوا خونا في الله سيدنا. هذوك القوانين ما تدورش كرة أرضية وما تنزلش الشتاء، فهمتي. وغادي العالم يعني الاكسجين ما يبقاش، يعني فهمتي. المواطن المغربي غادي يولي يعيش واحد فهمتي، غادي يموت يعني تختارق ولا شي لعيبه. لذلك ما تعقلوش سيدنا، لانه هو اللي تعطي الهواء، هو اللي تعطي الحياه لهذاك الكوكب. هو بوحدو يعني كالشمس في هذيك البلاد، يعني شاعل هكا سيدنا، فهمتي. تيجري يمينا شمالا، تيمشي في الشمال والجنوب، فهمتي. ولا بحال الكروج، فهمتي. سيدنا يعني الى تقدا وحبس ولا طلع ليه الدم وداك الشيء، يعني تقدو نعيشو واحد الكارثه يعني طبيعيه. يقد دخلنا المجاعه، يقد فهمتي ربي ينزل على شي فهمتي. لا حيت سيدا معلم على الله، فهمتي. مراته وبركت كتبكي عليه بالدار، ما تنازلش باسم المناضلين كاملين ديال حركه الشباب الملكي. ايوه حركه الشباب الملكي. انا قلتو لي اخويا توما غير واحد المجموعه يعني ديال الشراف تما، يعني ماذا لو يعني تسمونها بما يسمى يعني حركه الشياب الهلكي، يعني هذا الاسم يليق بها يعني وتعطي الضوء. انت دابا عندك سيد عام وتيصحاب راسك شاب، يعني كيفاش زعما؟ وهاديك اللي حداك عندو 48 عام ولا 58 عام، ما بان ليا حتى شي شباب تما، بان ليا غير الشياب. و فهمتي يخلق الله ويجي، يخلق الله ويجي، الله يعلم. ولدرجة أن حركة الشباب الملكي حاليا نايضة فيها زوبعة. أوه زوبعة، نايضة فيها زوبعة، على هادي. دي ضربة ديمكم كاملين شتيالكم، أوه. لأن فوق 90% ضده هو على داك التنازل، ما عندوش حق باش يتنازل سميتو. لان حركه الشباب الملكي فاش جايه لثلاثه المليون ديال الاشخاص، هو ثلاثه المليون هو باسم ثلاثه المليون. هو داير لي احصاء في الجمعيه، يعني داير لكم احصاء زعما، انتوما ثلاثه المليون ديال الناس. ويلي قدم اعتذار، قدم اعتذار ديالو هو شخصيا. حنا ماشي ضد المواطن، حنا مع المواطن ومع الشعب المغربي. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. هما مع المواطن، هما مع المواطن ومع الشعب.
ولكن في إطار يعني احتراف الثوابت يعني كما قلت لكم سيدنا إلى يمشي إلى مشي حتى حبس سيدنا فهمتي إلى طلع لي الدم وحبس يعني هذيك الطاقة ديالو على الكوكب ديال المغرب ما يبقاش يتمشى فهمتي غادي تحبس فيه الحياة فهمتي غادي واحد الكوكب بحال دار ويروق يعني بالدواوي يعني ستنعدم فيه الحياة يعني جميع شكل الحياة ستنعدم فيه لذلك شوف خليونا بالملك ودي ودخلوا في مواضيع اخرى فهمتي الملك هو كما قلنا مركز كون في ديك الليله مشات عنده لدارو ومشات عند الدالي محمد الرئيس ديال حركه الشباب الملكي وبركت تبكي عليه وحطت ولادو عند الباب وبركت كتزوج فيه لهذا هو راه غلب عليه الطابع الانساني على الطابع العملي مسكين الطابع الانساني ونازل ليها قال لها صافي يعني ماشي مشكل يعني قدم تسامحوا تغلب عليه طابع انساني ولا ملي حتى انسانية فيك شو وجهك كيداير بعدا تهضر على الانسان شو وجوههم كيفاش دايره يعني سبحانك ربي وقيل لازم انا بعدا فهمتي الا تلاقيت بها يعني في يوم الحساب كيما تسميو انا زدتك بجيبران ديالي وشي شي قضاء ما بقاش حدا بنادم على هذا وشي ها شوف شي هذيك كنت داخل الجدة انا راه نمشي ندخل جهنم انا نطلع بجهنم الا كنت تدخل الجنة فهمتي ولا تكون معايا احنا كمواطنين مغاربه ما كنسمحوش انا شخصيا لا اسمح والحمد لله والله والله الا سمحت لي علاش سمح لي طول على سيدنا سيدنا رسول الله كما قلت لكم مركز كون علاش علاش بصوت والدين اجي طول على سيدي علاش اضربني 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 ولكن ها شوف العداله بردات دجدوله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله فرحان كما ينبغي ونتمنى من الله والمحكمة دابا حاليا فرحان مزيان تصور معايا الفرحة الفرحة يعني سال الفقر في البلاد فهمتي أنا شوف أنا غدا غادي عندو طيس قد سناني فهمتي سيدنا الله يصوم فهمتي فرحان 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 فهمتي باغي نخرج شوف شوف باغي باغي نعوم باغي باغي فهمتي باغي نكرش نشارك مع هاد الفرحة هادي الكبيرة هاد الإنجاز ديال هذا المغربية بغيت نشاركو معاكم كاملين يعني الحمد لله الحمد لله ترى تصرفق راسي بهلاكة تنقول أول واش أنا تنحلم واش أنا تنحلم واش أنا تنحلم ولكن هي حقيقة الحمد لله ربي إني كنت من يعني الغابرين يعني, يعني والله يعني أنا ما صدقش راسي يعني الفرحة اللي جنعية بغيت نشاركها معكم يعني واحد المشاركة يعني هذه يعني ما عنديش التعبير باش أنني نعبر صراحة ما عنديش ما عنديش ما عنديش يعني التعبير ما بقيتش عندي الكلمات باش نوصل لكم هاد الفرحة هادي اللي تخرج من الأعماق فهمتي تدخل المخ يعني تنعيش واحد يعني بحال تقول تأمل فهمتي وفرحة فرحة فرحة أكثر من ديال الفرحة العيد فهمتي المهم جاوبوا لنا حقنا فهمتي الحكم وتحية للصحافة المغربية وشكرا لكم وتحية للصحافة المغربية وشكرا ياه ولكن فهمتي واخا فرحان ما كرهتش أنا المحكمة الضوء الحكم فهمتي وغادي يدوزو يعني لواحد الفيديو اخر ديال هاد الحلوف هذا المهم هو الفيديو اخر نظري تم الحكم باربع سنوات سجن النافذه وغرامه ماليه 40000 درهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحي والعداله ديال والعداله عبر الصعيد الوطني وحنا اليوم جد فرحانين لانه تخاد لينا بالثار ديالنا ومازال غادي تخاد الثار ديالنا من وحدين اخرين واي أي. شخص كيطاول على سيدنا على سيدنا وعلى المغرب خاصو الحكم دوبل الحمد لله والله هذيك شي اذا نحبسو يعني بقى ما يدير هادي واخويا اي واحد يطاول على سيدنا غادي نتابعو ليبو واخا يكون في المريخ فهمتي حنا ال 15 جمعيه ولا 50 جمعيه ولا 100 جمعيه ديال الشياب الهلكي حركه الشياب الهلكي حنا غادي نتابعوه يعني ومنهم هذاك خونا راه نوري لكم دابا الى قدو يعني لا سميتو هو راه تابعوه فهمتي حتى هو هو هذاك اللي دات الملك واحد الكلمات يعني واحد الكلمات يعني انا لا استطيع يعني البوهابيه نعتو بالحساس الشخص الذي ينام عليه بالطيح فهمتيني الشخص الذي ينكح هكذا يعني هذا الانسان الذي يعني كان قد يعني وصف الملك هذا الوصف واكد على ذلك فإننا نحن كجمعية الشياب الملكي سنقوم يعني بالأعمال ليدا
غادي يمشيو غادي يرفعوا دعوى قضائيه ضد هاد الحمار هذا، باش غادي يوريو ها هو الفيديو ديالو، ها هو الدليل. ها شوف باش نهضروش حنا بلا دليل، تنهضروا بالدليل. ها هو الفيديو ديال واحد خالد يسموه السكيرج، ها هو. شوفوا توبوا وحكموا اخويا. إلا قلتي هادشي وقفتك أنا ما قلت لك والو، دبر راسك. سمعتي ولا لا؟ سمعتك السي بوس. شنو ما يكون؟ أما المؤمنين كينعس على كرشهم كيقولوها. سمعتو انا سديت ودني، فهمتي؟ انا سديت ودني باش ما نسمعش ديك الهضره على السيده، تدخل لي يعني فاش نسمع ديك الهضره على السيده تنولي ترعد، فهمتي؟ باغي يطلق يدي، فهمتي؟ تنولي ترعد باغي يطلق يدي على شي واحد، فهمتي؟ المهم عليها سدينا ودينا، ما بغيتش نسمع هذاك الشيء، ونرجو كتب المشاهدين اللي تقدموا، ولكن انا سمعت هذيك الهضره على السيده فهمتي تطلع معايا يعني تطلع لي الطونسيون، فهمتي؟ تطلع لي الدم، فهمتي؟ تنولي بحال الحمق، فهمتي؟ تنولي مجنون، فهمتي؟ تنولي مجنون مجنون، فهمتي؟ بحال ديال السيال اللي داخلين بالجنون وداك الشيء، فهمتي؟ تنولي بحال هادو، تنولي عرفتي شنو باغي، عرفتي ما عنديش كيفاش يعني نشرح لكم هذيك القضيه، فهمتي؟ المهم تحياتي. المهم اخوتي ما كملوش فيديو الهضره اللي هذه، راه قلنا كل شيء ما يجب يعني ان يوقع، فهمتي؟ وسالينا هنايا. المهم تحياتي ونشوفكم شي فيديو اخر مع شي ماشي هي شي اخر. المهم تحياتي تحياتي. المهم تهيالي ولي عجبك الفيديو خويا دير شي لايك، ولا فهمتي ولا ما عجبك كاع ولا ما بغيت ما دير والو، كاع بقى رايح تما وقد حاز صويا بحال هكا وضرب على راسك وعبر وشوف شنو تا شنو باغي دير، فهمتي؟ والمهم تهلا يلاه بقى تشوف فيا تقلع بنادم.